عليكم ومرحبا بكم معايا مرة جديدة في القناة. كنتمنى الفيديو ديالي ان شاء الله يلقاكم بصحة جيدة واحوال جيدة وتكونوا لاباس عليكم ان شاء الله. غنخليكم مع الفيديو ديال اليوم وهو اللوبيا بالقديد ان شاء الله اللي كتجي زوينة ورائعة في البنة ديالها. كنتمنى تجربوها ونتمنى الفيديو ديالي اليوم ينال الاعجاب ديالكم ونخليكم مع المقادير ان شاء الله. كما قلت لكم انا اليوم نقدم معكم ان شاء الله الطريقه ديالي اللي كندير في اللوبيا طبيعه الحال اللي انا ديجا رطبتها من البارح في الليل. انا عادي تقريبا هنايا ما عديتش من اقل من 500 غرام 400 غرام تقريبا درت انا هنايا. عادي كي كنحتاج لمطيشه انا شاري غير ديك غندير ديك المطيشه اللي كتكون كتباع في لابواط ديال الكرتونه ما توجدش عادي الاخرى غندير غير هذه حتى هي كتجي بها زوينه وكتجي بواحد البنه رائعه فيها. كذلك عندي ماشي القديد مي انا هذا اللحم اللي كان في العيد الكبير شديته قطعته يعني قطعته بهذا كما كتشوفوا شرائح صغيره وكندير ليه العطريه ديال القديد وكنخلي عادي ديما كنبقى نطيب فيه بحال هكاك العدس نطيب به اللوبيا نطيب به لي بات يعني كيجي زوين كيعطي واحد البنه رائعه وزوينه. بالنسبه للعطريه غنستعمل عندي هنايا شويه تحميره الخرقوم سكين جبير كذلك عندي هنايا مليحه وبزار والثومه المجففه وعندي كذلك هنايا المعدنوس المجفف ما تصابش عندي الاخر داكشي علاش. وعاد كذلك هنايا زيت العود اللي باش غنرض ان شاء الله. غندوز معكم ان شاء الله للطريقه. بالنسبه للطريقه انا غنستعمل هاد الكوكوط اللي عندي غدلحت زيت كذلك زيت العود كما كتشوفوا غنشحر اللحم ديالي هو الاول خليه يتشحر واحد شويه عاد ندير ليه المقادير اخرى ان شاء الله. ما شاهدتكم بصراحه الريحه ديال البنه ديال هذا اللحم هذايا من العطريه ديالو ديال القديد عاطي ريحته زوينه بزاف. ودابا كما كتشوفوا من بعد ما تحر لي اللحم ديالي مزيان غنزيد دابا المطيشه غنزيد المطيشه مع العطريه ديالي غندير المعدنوس كما قلت لكم انا ما توفرش عندي الاخر بقى ما خرجت قديت ويعني ما بقيناش خلقاو درت الخرقوم والتحميره وسكين جبير غندير كذلك الثومه المجففه مع البزار ومليحه ما نقويش الملح كما كنعرفوا القديده كنكونوا ديجا ملحينو يعني واحد اللي يخلي القياس ديال الملح حتى الاخر غنخليه يتشحر واحد شويه عاد ان شاء الله غنزيد اللوبيا ديالي. شوف من بعد ما تشحرت ليا هاد الملحه البزار والعطريه ديالي مع مطيشه غنزيد دابا اللوبيا يعني اللي سبقت ديجا كنت مرطبه من البارح اللي تم طبها الليل كامل غنخليها شويه تشحر مع هاد العطريه كامله تشرب شويه ديال العطريه مع لاصوص طوماط ونزيد ديك الساعه القياس ديال الماء ديالي اللي غنحتاج في الطنجره. انا هاد الكوكوط هي ديال الضو يعني ما كندير فيها الماء حد وقدو باش بحقاش ما كتشربش هي الماء ما كتنشفش هي كندير الماء حد وقدو يعني حقاش ما كتشربش هي الماء بزاف الورا اللي كندير تيبقى ليا.
غنخليها واحد شويه تشحر وعاد ديك الساعه نزيد الماء ان شاء الله. ودابا كما كتشوفوا معايا من بعد ما تشحرت ليا مزيان اللوبيا والعطريه وخدات لاصوص ديالها اخذت البنه ديال الماطيشه والعطريه، غنزيد عليها دابا الماء يعني تشحرت مزيان دابا على خاطرها مع مع هاد العطريه وكلشي. صدقوني كتجي هاد الطريقه زوينه، ونوعدكم ان شاء الله ندير معكم الطريقه ديال هاد اللحم اللي درت معكم دابايا مع اللوبيا. ان شاء الله غنلقاو واحد الفرصه واحد المناسبه ان شاء الله وندير معكم هاد اللحم، يعني كيجي زوين حتى هويا. غنزيد غندير لاصوص دابا، ندير الماء اللي غنحتاج، غنخوي الماء حتى تغطى اللوبيا ديالتي كامله. هنا وغنسد الكوكوط، غنسد الكوكوط يعني كنا كنعرفوا اللوبيا كتاخد شويه ديال الطياب، ديك الساعه ملي غطيب غنقول لك خديت ليها الوقت ديالها ان شاء الله. ودابا كما كتشوفوا من بعد ما طابت اللوبيا مع اللحم ديال القديد ولا الكردات الصغيره اللي انا كنكون ديجا دايره لي بحال اللقامه ديال القديد، ما نقولش لكم صدقوا عاطيه واحد الريحه زوينه ورائعه. انا استغرق لي الوقت تقريبا 30 دقيقه باش طابت لي باللحم والقديد، يعني طابوا في خطره واحده باللحم ديال القديد مع اللوبيا، يعني 30 دقيقه قد قد ما زايده ما ناقصه. صدقوني كيجيو زوينين وبنان بزاف. كذلك كنقول لكم اللي بغى يدير الاضافه ديال الكمون يقدر يضيف الكمون حتى هو كيعطي واحد الريحه، كيعطي واحد البنه خاصه. انا غنكتفي غير بها بحال هكا، ما غنزيد لا كمون لا والو. كنتمنى الطبق ديال اليوم يعجبكم ديال اللوبيا وتجربوها بالقديد، كتجي زوينه ورائعه بالنسبه لي ما عمر ما جربها بالقديد. ودابا كما كتشوفوا انا الطبق ديالي موجود، كنتمنى هاد الفكره تنال الاعجاب ديالكم، سيرتو للناس اللي ما عمر ما جربوا القديد باللوبيا. صدقوني كيجي زوين وجربوه يعني رائع، كتجي كتعطي واحد البنه زوينه. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وتشجعوني باللايك ديالكم وتشتركوا في القناه الا كنتو باقيين جداد، لازرتو القناه ديالي وتشتركوا ان شاء الله في القناه. مرحبا بكم في اي وقيته، كنخليكم هاد الساعه ونقول لكم ان شاء الله الى فيديو لاحق، والسلام عليكم ورحمه الله.